طبعا الخلطات الطبيعية هذا شيء ثاني، هذا يسموه تغذية البشرة. يعني مثلا زي مثلا واحدة تحط مثلا خلطة تكون فيها الزيت وفيها زبادي وكذا تحطها، أو مثلا خيار أو شيء تحطها على البشرة كذا. طبعا في كريمات أساسا يسموها الترطيب وفيها مواد مغذية للبشرة ممكن واحد يصير يستخدمها، في ماسكات خاصة جاهزة ممكن واحد يصير يستخدمها بحيث هي مجهزة خاصة للبشرة. طبعا هذه تستخدم مثل مرة في الأسبوع، ممكن مثلا في الويكند الواحد يحطها فترة بحيث تغذي البشرة. طبعا مهم جدا جدا انه خصوصا الماسكات يعني مثلا الخلطات نتجنب انها ما تكون دهنيه او فيها حاجات دهون، خصوصا البشره الدهنيه. نيجي نتكلم في موضوع قلت قبل شويه الخلطات، الخلطات غير الاشياء الطبيعيه، الاشياء الطبيعيه جزء، ولكن احنا نواجه صراحه يعني نشوف في هذه اليومين خصوصا زي ما قلت بالسوشيال ميديا ان تيجي تلاقي خلطات ما انزل الله بها من سلطان، خلطات ايش يخلطوا منتجات طبيه. انا ما اتكلم انه كريم او حاجه لا، او مثلا حاجات طبيعيه لا، لا انا اتكلم على منتجات. دائما احنا اطباء جلديه نصلح خلطات مثلا خلطات التفتيح بس بكميات محدوده بحاجات معروفه برجم محدد، حتى مثلا نبدا يوم بعد يوم. لكن للاسف الشديد انا لاحظت انه تيجي تلاقي بعض في السوشيال ميديا يقول لك استخدم كذا كذا، حط كذا، حط ما ادري ايش هذا. اول شيء تلاقي مواد مثلا بعضها تلاقي كورتيزون قوي قوي جدا، اقوى كورتيزون يحطوه في الخلطات، تخيل اقوى كورتيزون تحط في الخلطات. ليه؟ للاسف الشديد، واحنا عارفين هذا من زمان لانه ما نستخدمه اساسا احنا في الجلديه للاسف، لانه هو ارخص نوع، ارخص شيء، لكن هو ما يعرف، هو يعرف انه سعره رخيص بس، لكن هو اقوى كورتيزون موجود فيستخدم في الخلطات. يحطوا معاه مثلا مقشر، المقشر احنا دائما نحط مقشر خفيف، يكون هم يجيبوه اقوى مقشر. اوكي، طبعا ايش عشان يخففوه يروحوا يجيبوا كريم مرطب، فحطيت أسوأ الحاجات مع بعض. إيش المشكلة حتصير؟ حيصير عندنا ممكن طلع حب شباب زيادة، حبوب حيصلح مشاكل في البشرة، يعني حتى ستريتش مارك مثلا إذا حطيناه في محلات ثانية لأنه كورتيزون قوي، فهذه كلها حتصلح مشاكل في البشرة. فأنا أرجع أقول أنه بالنسبة للخلطات لابد الرجوع للطبيب إذا عمل خلطات. طبعا ولله الحمد بالنسبة للتفتيح في أساسا في أشياء معروفة مجهزة يعني للتفتيح، كريمات تفتيح ممكن يصير نستخدمها. جميل جدا.